اليوم حنخلص تشابتر 9. المرة الماضية أخذنا المولكيولر شيب، أخذنا الـ VSEPR موديل. اليوم بدنا نربط الشيب والمولكيولر جيومتري مع البولاريتي اللي تعلمناها في تشابتر 8. بنراجع لكم فيري كويك ريفيو للإشي اللي تعلمناه. عشان نعرف الإلكترون دومين جيومتري وعشان نعرف المولكيولر جيومتري لازم نعرف نرسم اللويس ستراكتشر، لازم نحدد النمبر اوف الكترون دومين، ومن النمبر اوف الكترون دومين بعرف شو هو الالكترون دومين جيومتري وشو هي المولكيولر جيومتري وشو هي الزاويه. يعني اذا كان عندنا النمبر اوف الكترون دومين 2 الزاويه رح تكون 180 درجه، الالكترون دومين جيومتري رح يكون اسمه لينير، شكله لينير، والمولكيولر جيومتري شكله لينير. مثال اللي هو السي او 2. إذا كان عندي الإلكترون دومين 3 في عندي حالين 2 cases، إما الثلاثة يكونوا كلهم روابط وبيكون الإلكترون دومين الجيومتري triagonal planar، أو ممكن تكون 2 bonding and 1 non-bonding ويكون شكله bent زي مثال الـ NO2. الزاوية بكل الحالتين لما يكون 3 إلكترون دومين بيكون 120 درجة. الآخر خيار المطلوب منكم في الامتحان اللي هو 4، الإلكترون دومين جيومتري 4. إذا كان الإلكترون دومين جيومتري 4 الشكل بيكون تتراهيدرال، الزاوية بتكون 109.5، بس في عنا 3 خيارات، الأربع يكونوا كلهم بوندينج وبكون الإلكترون دومين جيومتري والمولكيولر جيومتري تتراهيدرال، أو يكون 3 bonding 1 non-bonding ويكون الشكل اسمه triagonal pyramidal، أو إذا كان 2 bonding و 2 non-bonding وبيكون شكله bent. ليش هذه مهمة؟ لأنه هذا الشكل المهم اللي بده يخلينا نعرف نحدد البولاريتي للجيومتري كامل، للمولكيولر جيومتري كامل. بشابتر 8 درسنا على البولاريتي وحكينا انه البولاريتي بتنقاس بالدايبول مومنت، ودرسنا انه البولار بوند هذه بتعتمد على الالكترونيجاتيفيتي تاعت التو اتومز. يعني لو اجيت قلت لك هل السي او بوند بولار ولا مش بولار، شو رايكم؟ سي او بوند بولار ولا مش بولار؟ احمد هلا، سي او بوند بولر ولا مش بولر يا هلا؟ بلا بولر. بولر ليش يا هلا؟ لانهم بجدول الدوري فوق. لانه في فرق بالالكترونيجاتيفيتي، الاكسجين مور الكترونيجاتيف ذان كاربون. هذا هو الجواب، بولر بوند. بس لو اجيت انا اعطيتك الشكل اللي موجود عنا، الشكل اللي موجود عنا انه هذه البولاريتي حكينا احنا في شابتر 8 انه اتجاه سحب الالكترونات بيكون للجهه اللي عنده مور الكترونيجاتيف، معناته هذه اتجاهها من الكربون للاكسجين وهاي الكربون من الكربون للاكسجين. هذا المركب لو اجينا فكرنا بمحصله، محصلته هذا صفر كمركب كامل، it's not polar. بس مع إنه عندي this is polar bond و this is polar bond، بس overall المحصلة تاعتنا it's non-polar، صفر. طبعا هذا ليش هذا؟ لأنه الشكل معناته مهم كتير. يعني هذا شكله linear، الزاوية بيناته 180. لو اجينا قلت لك هذا شكله مش لينير، شكله بنت، يعني الشكل البنت بتتذكروا كيف الشكل البنت؟ يعني الشكل البنت هيك، وهي حطيت لك اكسجين وهي اكسجين وهي كربون. اجين بقول لك هاي اتجاه البولاريتي في هذا الاتجاه، هاي اتجاه البولاريتي في هذا الاتجاه، هل هذا بولر ولا مش بولر؟
خليني هذه مش احطها هاي، اي ذره نحطها ام مثلا عشان الكربون ما بيعمل ثلاث روابط. هل هذا بولر ولا نان بولر؟ نان بولر. هذا محصله هذه ايش؟ بولر. محصلتها لتحت. فالمولكيولار جيومتري يا جماعه، المولكيولار جيومتري بتخلينا نعرف اذا المركب المولكيول كهول مولكيولز از بولر اند نون بولر. خلينا نفهمها اكثر ونعطيكم المثال الثاني اللي هو المثال الحقيقي. ناخذ على المي. المي حكينا دائما اتجاه الالكترونيجاتيفيتي حسب للمور الكترونيجاتيف. الاكسجين مور الكترونيجاتيف، هذه جايه بهذا الاتجاه. الاكسجين مور الكترونيجاتيف بهذا الاتجاه. المحصله بدها تكون لفوق. هذا المركب هل هو بولر ولا نون بولر؟ بولر. بولر. فمعناته انا هذا السكشن ما بعرف اجاوب عليه غير اذا عرفت ارسم لويس ستراكشر، عرفت احط الالكترون دومين حوالي السنترال اتوم، وبعدين اعرف شو شكله وشو زواياه. اذا كانت الزاويه 180 درجه اكيد بده يكون نون بولر. اذا الزاويه كانت هون بهذا الشكل 109 هذا بيكون عندك بولر. دكتوره ممكن سؤال بالله؟ تفضل. قبل شوي لما كان عندنا لينير بين السي او 2 حكينا نون بولر. يس. وانت تشرحي كنت تحكي انه لما يكون عندي فرق بالالكترونيجاتيفيتي بكون بولر. يس. البوند يعني هذه اصلا ليش اجى اعطتني هذا السهم؟ لانه هذه في فرق بالالكترونيجاتيفيتي بين الكربون والاكسجين. هذه البوند بولر، هاي البوند بولر، بس المحصله الكليه نون بولر. اه خلص تمام. يعني chapter 8 أنا ما كنتش أسألك غير على bond، أقول لك is this bond polar ولا non polar، كنت تقولوا لي polar أو non polar. هلأ صرنا نطلع على مولكيول كامل، فساعتها بدي أطلع على الجيومتري تاعته، على شكله، على الشيب تاعه، لأنه الشيب بصير بيختلف عنه. لو أجيت أنا يا جماعة غيرت لكم شغلة بسيطة وحطيت لكم بدل الأكسجين حطيت لكم هون سلفر، شو رأيكم؟ بتصير بولر؟ بتصير بولر. ليش؟ بتصير التوتال في ديفرنس بالإلكترون، في ديفرنس، يعني بطلت هاي متساوية مع هاي والتغت. بلغوا بعض لما يكون نفس الأتومز، بس بلغوش بعض دائما. في فرق بالإلكترونيجاتيفيتي بين الكربون والسلفر وبين الكربون والأكسجين. فمعناته في هاي الحالة حتى لو المولكيولار جيومتري حتى لو شكله لينير بدي أنتبه، هل اللينير نفس الأتومز نفس الإلكترونيجاتيفيتي من الجهتين ولا مش نفس الجهتين؟ خلينا ناخذ أمثلة كتير بعدين باخذ أسئلة عشان نركز على الفكرة مظبوط وتشوفوا أنكم فاهمين الفكرة ولا لا. ناخذ هاي كل الخيارات. أول شغلة بتطلع يا اللي سألني قبل شوي، هل الرابطة هون بولر ولا مش بولر الرابطة؟ هل في فرق بين الإلكترونيجاتيفيتي بين الهيدروجين والكلور؟ في فرق دكتورة. مين أكثر؟ السي أل. سي أل معناته اتجاه الإلكترونيجاتيفيتي أو اتجاه الإلكترونات بيكون لجهة السي أل، هذا بولر. خلينا نفس السي أل هذا ناخذها على مثال تاني، ناخذ هذا المثال السي سي أل 4. شكله هذا كم إلكترون دومين عشان أراجع كل إشي، كم إلكترون دومين عندنا موجود هون؟ أربعة. أربعة. شو شكله؟ ديت إشي زي هيك تتراهيدرال اللي هو تتراهيدرال. شو الزاوية؟ 109.5. كيف يعني الشكل لو بدي أتخيله بثري دايمنشن؟ هاي لجوا هاي لبرا وهاي لهون، يعني زي كانوا بتعرفوا الكرسي اللي بيكون ثلاثي من تحت والقاعدة بتكون من فوق، هيك الشكل. هلا لو اجي على المحصله، هل المحصله هذه لكل المركب؟ هذه الكربون اقل من الكلور لفوق، هذه من هون، هذه لجهه الكلور، هاي لجهه الكلور. هدول الثلاثه وين محصلتهم؟ لتحت. لتحت معناته اذا بتطلع على محصله
2 إلى 1 يعني رح تيجي لك هاي محصلتها لتحت. اللي لتحت تلغي اللي لفوق. معناته هون أنا هل هو بولر؟ مش بولر. هو دكتورة اللي تحت محصلة لثلاث. معلش مش مشكلة، الشكل احنا بنطلع على المولكيولار جيومتري كامل، هدول كلهم نفس الاتومز. امتى بتختلف وبقول لك لا؟ اذا غيرت هون حطيت لك هون مثلا فلور، ساعتها محصلتهم هدول بتكون مختلفة. يعني دكتورة كل ذرة بتلغي لقبالها صح؟ كل ذرة بتلغي لقبالها. بس هون انتبهوا يا جماعة، هدول الذرات شكل، انتبهوا على الشكل اللي موجود بهذا الشكل كله بالتتراهيدرال. إذا كانوا نفس الأتومز بيكون نان بولر. خلينا نأخذ هون النيتروجين مور إلكترونيجاتيف، معناته المحصل الاتجاه من الهيدروجين للنيتروجين، من الهيدروجين للنيتروجين، من الهيدروجين للنيتروجين. وين اتجاه؟ هل هذا بولر ولا نان بولر؟ بولر. لوين بيكون اتجاهه؟ لفوق يا دكتورة. ما بقول لك أنا بالسؤال أحسب لي وقول لي، أنا بقول لك is it polar or non-polar. هذا المثال اللي قبل شوي حكيناه، هدول محصلتهم صحيح لتحت بس هدول هيدروجين هدول كلور، ما بقدر ألغيهم مع بعض. هذا non-polar بس هذا polar، لأنه الأتومز اللي موجودة تختلف. دكتورة ممكن سؤال بس بسيط على تفضل. إنه هون عندي اللي آخر شي حكينا عنه بولر اللي هو CH3Cl لفوق. لو أجيب تحكي على الكهروسلبية عندي مثلا الCl 2.9، ما تحسبها هيك، ما تحسبوا، ما بدي تحسبوا لي كهروسلبية لأنه الجيومتري بغير، ما تحسبوها، بتطلعوا على الجيومتري وبتحكموا، ما تعودوا تحسبوا لي أرقام وقولك هالقدة. كيف بنحسب البولاريتي لهذا المركب؟ إكسبريمنتالي بالتجارب. أوكي؟ أوكي. ما تتوه حالك بهاي الأمور. نيجي على هذا المركب BF3، هل هذا بولر ولا نان بولر؟ هون هدول وين محصلتهم؟ لتحت وبولر. لتحت نان بولر. نان بولر. هاي لتحت التغت مع اللي لفوق، كيف بدها تصير بولر؟ طب هون بال NH3 اللي فوق ليش ما التغت مع اللي تحت؟ مو بدها تلتغي، كيف شكله ال NH3؟ لفوق كمان. انتبهوا على الشكل بال 3 دايمنشن، تخيلوا الشكل بال 3 دايمنشن بالابعاد الثلاثيه. هذا زي ثلاث اجرين تحت، الثلاث اجرين تحت محصلتهم بس لانه الالكترون نيجاتيفيتي محصلتهم كلهم لفوق. اوكي تمام. وضحت؟ وضحت. طيب خلينا نحل سؤال نشوف اذا وضحت. سؤال هون بيجي بسيط جدا، هل هذا بولر او نان بولر؟ نيجي على بدناش ناخذ اخر مثال لانه ما شرحناه السداسي، ناخذ اول وحده بي ار سي ال، هاي بوند، هاي سهله، هاي تشابتر 8. هل هذه بولر ولا مش بولر البي ار سي ال؟ نان بولر. ليش نان بولر؟ بولر. في فرق بالالكترونيجاتيفيتي؟ بلا، في معناته بولر. ليش بدها تكون مش بولر؟ في فرق بالالكترونيجاتيفيتي، اي فرق بالالكترونيجاتيفيتي لو بسيط او قليل بيعمل فيه بولاريتي للبوند. معناته هذا اكسبيريمنتالي لو اروح اعمل تجربه بلاقي الدايبول مومنت 0.577 دايبول. الاس او 2 رسمناه اكثر من مره اللي هو ستراكشر، كيف رسم الاس او 2 شكله؟ الاس ذره مركزيه ودبل بوند على اليمين وعلى اليسار مع الاو. طيب لا، دبل بوند واحده ولا تنتين؟ هذا ريزونانس. دبل بوند تنتين لانه عندي او 2. طيب دبل بوند تنتين، اتذكر دبل بوند واحده يا جماعه، وهذه بتعمل دي لوكاليزيشن، تنتقل من جهه لجهه، اسمه ريزونانس. هذا انتم كثير منكم غلطانين باسئله الريزونانس، ارجعوا راجعوا الريزونانس بشابتر 8. هذا ايش كيف شكله؟ كيف بدنا نرسم اللي هو ستراكشر؟ اول شغله بدي ارسم اللي هو ستراكشر. رسمه الاسو ستراكشر، في عندي الاكسجين، عندي دبل بوند سلفر، سنجل بوند اكسجين، وبما انه عندي السلفر بده 8
في عندي بده يكون عندي عندي هون لون بير لون بير. كم إلكترون دومين عندنا هون؟ 2. كم إلكترون دومين؟ أربعة. 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 أو صح. إذا كان إلكترون دومين أربعة شو الزاوية؟ 109.5. 109.5. شو الموليكولار جيومتري إلي؟ الموليكولار مش الإلكترون دومين جيومتري، الموليكولار جيومتري. هو الثالث دكتور. الموليكولار جيومتري. تتراهيدرا الإلكترون دومين جيومتري. بنت. يعني كيف شكله هذا؟ يعني إذا بدي أجي على الشكل كيف شكله هذا؟ شكله هيك. لتحت. مين أكتر سلفر ولا الأكسجين بتصير ساعتها عسى؟ يعني يا بدها تكون لتحت يا لفوق مش فارقة. أنا ما بقول لك بالامتحان حسب لي والله مين وين المحصلة تاعتي، أنا بقول لك is it polar ولا non-polar. شو رأيكم polar ولا non-polar؟ polar polar. لو أجيت عملت experimentally أفرجيكم شو بطلع معاي الجواب. عندي رح يطلع عندي زي ما حكينا لكم هذا هو المركب لا غلطت انا بالها واحد لانه وان لون بير. رسمت اللوز ستراكشر غلط، سوري رسمت اللوز ستراكشر غلط. معناته عندي انا وان لون بير عندي هذا شو شك هذا كم الكترون دومين؟ ثلاثة. شو شكله الالكترون دومين جيومتري؟ الالكترون دومين جيومتري شوفوا شو بسال. تتراهيدرال. الكترون دومين جيومتري لينير. الكترون دومين جيومتري تريانجل. تريانجل بلانر. ليش؟ لانه ثلاثه ثلاثه الكترون دومين. هاي وحده هاي تنتين هاي ثلاثه. قديش الزاويه؟ 120. 120. طب لما يكون عندي لون بير شو الموليكولار جيومتري بده يكون؟ بنت. بنت. هاي محصلتها وين بدها تكون؟ لتحت. لتحت. هل هذا بولر ولا مش بولر؟ بولر. بولر. لو اجينا شفنا الدايبول مومنت، لو شفنا الدايبول مومنت بتكون 1.63. اوكي. المثال الاخير مش مطلوب منكم، جربوا على امثله ثانيه. المسج اللي انا هون بدي احكيها انه هذه انا عشان اعرف احل اي سؤال لازم اعرف ارسم لويس ستراكشر، لازم اعرف كم الكترون دومين، لازم اعرف شو الموليكولار جيومتري، وبناء على الموليكولار جيومتري بحدد البولاريتي بولر ولا مش بولر. ايش لاما؟ ايش لاما؟ المثال الاخير بناخذه بعدين. مش سامعه لاما، خلينا ارفع ايدك اللي بده يحكي يرفع ايده. لاما دكتوره اسفه نسيتها رافع، كنت احكي لك عن عدد الالكترون دومين. طيب ياسر شو سؤالك يا ياسر؟ المثال الاخير سي فرع سي، يعني بناخذه لقدام ولا كيف؟ لا احنا لغينا 5 و6، قلت لك اللي مطلوب منك الكترون دومين 2 و3 و4. تمام. 5 و6 مش مطلوبين. مصطفى مش رافع ايدي دكتوره. طب سكر سماعتك يا مصطفى. اوكي واضح. يعني ما في إشي نتعلمه جديد other than إنك أنت تعرف تحطهم. حطيت لكم helpful video هدول عشان تتخيلوا الشكل بالأبعاد بالأبعاد الثلاثية كيف شكله، عشان تتخيلوا أكثر لما تكونوا متخيلين في الامتحان كيف شكله وكيف اتجاه المحصلة. حطيت لكم على polarity وعلى VESPR theory. بتمنى إنكم تشوفوا هدول الفيديوهات. خلينا نشوف إذا فاهمين ولا لا وناخذ الكويزز. الكويز الأول CH4. إذا رسمنا CH4 كم إلكترون دومين عنا؟ أربعة. أربعة. شو شكل الأربعة الإلكترون دومين؟ شوفوا أنا شو بسأل، شو الإلكترون دومين جيومتري؟ تتراهيدرال. تتراهيدرال. شو الإلكترون الموليكولار جيومتري؟ تتراهيدرال. تتراهيدرال. شو الزاوية؟ 109.5. يعني هدول الأسئلة كلهم ممكن أسألهم عن نفس السؤال في الامتحان، كل واحد بسأله فرع. هذا السؤال شو كاتب لك؟ What is the molecular geometry؟ شو الجواب؟ دي. دي. شايفين كيف بغير الفورمات وأنا بسأل على نفس الإشي اللي عم بسألك إياه. نيجي على the overall shape of the molecule. شو اللي بيحدده؟ شكل المولكيول. هل بيحدده الأتوم؟ البوند أنجلز؟ السيمتري؟ الإلكترون أفينيتي؟
الالكترون افينيتي دي ولا عمرني جبت شكل كلمه افينيتي بالكلاس كله ما جبته. القصد انه الالون بير انا بوند انجل. شو البوند انجل بالعربي؟ الزوايا. الزوايا بي معناته بي، يعني لما تكون 180 هل هذا بيكون بولر؟ لما يكون بنت 109 ونص او 120 هل بيكون بولر؟ هذا اللي بحدد لي البولاريتي شكله. اذا انا رسمته مستقيم بيكونش بولر، بس اذا رسمته بنت بيكون بولر. فمعناته اللي بحدد لي المولكيول والشيب تاعه اللي هو البوند انجل. هذا المركب اللي هو HCO2H، خليني ارسم لكم اياه لانه هذا بالاورجانيك ماخذين الرسمات. نيجي نرسم لك اياها. عندي هيدروجين معها مرتبطه مع شو هو المركب، مرتبطه برابطه واحده مع الكربون، مرتبطه مع O، مرتبطه مع H، وعندي هذه دبل بوند O وبدناش ننسى انه الهيدروجين الاكسجين هون ناقصه، نحط له لون بير، لازم يعمل اربع عشان يوصل الاكتترول. هلا هذا مولكيول فيه تو سنترال اتوم صح؟ معناته من محاضره المره الماضيه قلت لك لما يكون تو سنترال اتوم باخذ كل واحده لحال، هاي باخذها لحال وهاي باخذها لحال. الكربون الأولى كم إلكترون دومين حواليها؟ ثلاثة. شو الشكل تاعه الإلكترون دومين جيومتري؟ تريجونال بلانر. تريجونال بلانر. شو المولكيولر جيومتري؟ تريجونال بلانر. تريجونال بلانر، ممتاز. شو الزاوية؟ 120. هاي كلها حفظ المعلومات اللي بكون بدي أعرفه، فقط أحسب أرسم اللويس ستركتر وأحط الإلكترون دومين عددهم. بالأكسجين الإلكترون دومين تاعتك كم وحدة؟ أربعة. شو الإلكترون دومين جيومتري؟ تتراهيدرال. شو المولكيولر جيومتري؟ بنت. عندي تو لون بيرز مع تو بوند. تمام. معناته شو الجواب بده يكون عندي؟ بده يكون 120 و 109. معناته هيك الأسئلة اللي بتيجيكم في الامتحان. نيجي على هدول المركبات، أعطيتكم جيومتري بهذا الأشكال. هذا شو شكله بالأول؟ هذا شو شكله؟ تريجونال بلانر. هذا المولكيولر جيومتري اللي بيحدد لنا المولكيولر جيومتري. هذا لينير شكله بنت. هذا شو شكله؟ لينير. هذا شو شكله؟ لينير. هذا شو شكله؟ تتراهيدرال. هذا شو شكله؟ لينير. مين فيهم هدول بولر؟ هل هاي بولر؟ المي بولر؟ بولر المي. بولر ليش؟ لو وين اتجاه المحصلة راح تكون؟ اليمين. لتحت. لتحت. مين أكثر إلكترونيجاتيف، الهيدروجين ولا الأكسجين؟ فوق لفوق. يا جماعة مين أكثر إلكترونيجاتيف، الهيدروجين ولا الأكسجين؟ الأكسجين. لوين المحصلة؟ لفوق. لفوق. هل هذا لينير ولا نان لينير؟ لينير. هل هذا بولر ولا نان بولر؟ نان بولر. هدول الأتومز هاي بتلغي وهاي بتلغي مع هاي. نيجي لهون، هل هذا بولر ولا مش بولر؟ بولر. ما فيش شيء يلغي. هل هذا بولر ولا مش بولر تتراهيدرال؟ نان بولر. هل هذا بولر ولا مش بولر؟ نان بولر. نفس الإلكترونيجاتيفيتي، فيش فرق بالإلكترونيجاتيفيتي. معناته شو الجواب اللي عندي؟ 3 A and C. A and C. الـ NO2، تتذكروا الـ NO2 رسمناه وجاكم بالامتحان. حدا ذكرني بالـ NO2 كيف شكله؟
كم الكترون؟ ترياجونال بلانر. ترياجونال بلانر الموليكولار جيومتري بدي، موليكولار جيومتري بنت بنت اللي ان او 2 بنت، واصلا موجود معاكم بالامثله ان او 2. من وين لينير؟ هيها الان نرجع عليها، اعطيتكم اياه مثال حتى وحليناه وجبت لكم اياه بالامتحان، نرجع افرجك اياه. هاي الان او 2 الالكترون دومين عندنا 1 2 3. اذا كان عندنا 3 تنتين بوندينج وان نون بوندينج، شو بيكون شكله؟ بنت. محصلته لتحت ولا لفوق؟ محصلته لتحت ولا لفوق؟ لتحت. لتحت. بولر ولا نون بولر؟ بولر. بولر. شو شكله معناته هون؟ شو الجواب؟ تو بنت. تو بنت. اوكي؟ هذا كل إشي بدنا ناخده على chapter 9. في دكتور الكوز، الكوز اللي تعدينا قبل شوي، هذول مش مطلوبات معنا. أنو تعدينا؟ ما تعديتش إشي. لا اللي قبل في 3 تقريبا تعدينا. هذول اللي معكم بهذا، أنا عملت أبديت يا جماعة. أنا عملت أبديت، نزلت لكم chapter 9 مع الأبديت، شو الأشياء المحذوفة. تمام. الخمسة والستة الإلكترون دومين 5 and 6 محذوفة. تمام. أوكي؟